طيب احنا كده انتقلنا من يعني نشر بعض الارقام والاحصائيات عن الخدمات التي قدمت لاهالي الصعيد تحديدا في سوهاج، وانتقلنا الى الاستثمارات. من ضمن الاستثمارات هو انشاء مصنع اسمنت سوهاج، خلونا نروح نتابع. الحقيقة إنشاء مصنع أسمنت سوهاج يعني يعتبر مدينة صناعية متكاملة في 4 مصانع، بكل مصنع يعني بيخدم على الآخر.